يوسف الترابلسي، خالد يحيى، خالد يحيى، الفرصة خطيرة، الفرصة خطيرة والهدف الأول، الفرصة خطيرة والهدف الأول، الإمضاء لخالد يحيى. قلت التوزيعات الطويلة هي اللي بتشكل نقاط حاسمة في هذه المباراة. استغل الوضعية كأحسن ما يكون خالد يحيى في محور دفاع الترجي الرياضي التونسي من كرة عالية لم يتحكم فيها محمد علي اليعقوبي. شوفوا يوسف الترابلسي، شوفوا المتابعة من علي المشاني وخالد يحيى. خالد يحيى بذكاء ببرود الدم يحط الكرة بالرجل اليسرى في شباك الحارس معز بن شريفية، معلنا عن أحداث الفرق للمستقبل الرياضي بالمرسى. شفتوا الحوار بين علي المشاني وخالد يحيى، وخالد يحيى يربح الحوار مع المدافع السابق للنادي الرياضي البنزرتي وليد الجريدي. إلى حضران إقصاء بإقصاء لأسعد الجزيري، لأسعد الجزيري في عكس الهجوم، وخالد يحيى فرصة للمستقبل الرياضي بالمرسى، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق علاء الدين عباس ولأسعد الجزيري. لأسعد الجزيري يتمكن، إذا لأسعد الجزيري، لأسعد الجزيري يتمكن من تسجيل الهدف الثاني. إذا هدف ثاني لتشكيلة المستقبل الرياضي بالمرسى. إذا هدفين مقابل صفر وإعادة من جديد. هو اللي صنع الهدف لأسعد الجزيري، الإمضاء لخالد يحيى ويرجع الكرة، وكان الهدف الثاني مقابل رغبة الترجي في العودة. ولو أنه إلى حد الآن المستقبل أخطر في العملية الهجومية رغم الثلاثي المقحم من جانب عمار السويح، غيلان الشعلالي، غيلان الشعلالي، دريس المحيرسي، تلا، علاء الدين عباس، إلى درامي ميكايلو، درامي ميكايلو، درامي ميكايلو أمام محمد علي اليعقوبي، درامي ميكايلو، والهدف الثالث، الهدف الثالث، الإمضاء لدرامي ميكايلو اللي خذا مكانه منذ قليل. حكيت على درامي ميكايلو، قلت ينجم يسجل وينجم يحدث الفارق، وخذا الكرة في مناطق جزاء الترجي الرياضي التونسي وتمكن من إضافة الهدف الثالث. قلت الكوتشينغ نتاع المنظر الكبير كي خرج خالد يحيى اقحم درامي ميكايلو، الترويض كان خاطئ بالنسبه لمحمد علي اليعقوبي. نشوفوا تغيير وجهه الكره من علاء الدين عباس ومحاوله الاستحواذ على الكره ما كانتش ناجحه من محمد علي اليعقوبي. درامي ميكايلو بتصويبه ارضيه يضيف الهدف الثالث، 3-0 لتشكيلة المدرب المنظر الكبير من مجهود لدرامي ميكايلو المالي البوركيني. إذا ترتفع الحصيلة 3-0، وصعب للبطولة المدرب عمار سويح. قلت في رصيده كأس مع نادي حمام الأنف وكأس الكوسة الأفريقية مع النجم الرياضي الساحلي. يبعد الكرة تلا، حسين الرقد، سعد بقير، اكيد اضافات اخرى حول مردود الفريقين، فارق النجاعه بين الفريقين في الاستوديو التحليلي. خليل شمام، خليل شمام، ادريس المحيرسي، ادريس المحيرسي، كره على مستوى القائم الثاني وتذليل الفارق من جانب الترجي. وطه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي يتمكن من تذليل الفارق لتشكيله المدرب عمار السويح من مجهود ممتاز والتمهيد على مستوى القائم الأول. وطه ياسين الخنيسي، شوفوا خليل شمام، تمهيد وطه ياسين الخنيسي حبذ مثل هذه الوضعيات
ومثل هذه الكرات في منطقة 6 أمتار، وأول هدف مع فريقه اللي يرجع له طه ياسين الخنيسي فريق الترجي الرياضي التونسي، هدف واختتام مجهود جماعي بالنسبة لطه ياسين الخنيسي، 3-1 للمستقبل الرياضي بالمرسى.